السياسي أحمد فتحي. مرحبا بك أستاذ أحمد. لنبدأ من موقف واشنطن من الملف السوري. هناك من يتحدث عن تسوية باتت في الأفق عقب الانتخابات، وآخرون يتحدثون عن توجه نحو إقامة منطقة آمنة في الشمال. في أي اتجاه سيسير أوباما برأيك؟ الاتجاه اللي على الأرض بغض النظر عن أين يسير الرئيس أوباما هو لبنانة الوضع في سوريا، وهذه نتيجة لأفعال الأطراف المعنية سواء من النظام بشار الأسد أو من المعارضين. فبعد يعني اتجاه لبنان ده أقوى اتجاه موجود. بالنسبة لموقف الرئيس أوباما، بيجمع المراقبين السياسيين في واشنطن على أن الشرق الأوسط لن يحوز على هذا القدر من المساحة في اهتمامات الرئيس أوباما، وإن توجهاته للسياسة الخارجية ستتجه إلى القارة الآسيوية بدلا من الشرق الأوسط التي يخسر فيها رأس مال سياسي كبير. هذه أولا. ثانيا، الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة والهاوية المالية المقبلة بتضع شروط للعب في السياسة الخارجية لم تكن موجودة في الفترة الأولى. كان من المفترض أن الفترة الثانية سيتخلص أوباما من ضغوط الجماعات الضغط سواء من الجانب اليميني أو من حزبه نفسه، ولكن الأمور بتشير أن اتجاهاته إلى آسيا وليس إلى الشرق الأوسط. لكن في الوقت ذاته أستاذ أحمد، هناك حذر أمريكي من القاعدة في سوريا وتوجه نحو إعادة ترتيب أوراق المعارضة. هل سيغامر أوباما ويلتف على مجلس الأمن وعلى مواقف روسيا والصين حيال الملف السوري؟ لا أرى هذا في الوقت الحالي بكل صراحة. الملف السوري أصبح بما يكفي من التعقيد أنه لن يتم حله في مجلس الأمن. دعوة هيلاري كلينتون منذ حوالي 10 أيام إلى المعارضة المجلس الوطني الحر بإدماج أو بإدخال الكثير من العناصر الموجودة على الأرض هي تعبر عن استياء صانع القرار في واشنطن من عدم فعالية المجلس الوطني الحر وعدم قدرته على تحريك الوضع على الأرض. سوريا متجهة إلى لبنان بكل مساوئها، وبدأت يعني بالفعل في حلب الاشتباكات على الرغم من عدم رضاء الطرفين عنها بين الجيش السوري الحر وبعض المجموعات الكردية. فأنا شخصيا أنا متشائم. سوريا يجب أن يكون هناك حلول واقعية تضمن موقف يعني مريح للطرفين. قد يكون الخروج الآن من الرئيس بشار الأسد، أنا أرى أنه يعني يساهم في الوصول إلى الحل، ولكن المعارضة ليست مستعدة بعد تولي شؤون الحكم في سوريا، فيجب أن يحدث يعني تنازلات من طرف المعارضة والنظام الحاكم ناقص بشار الأسد للوصول إلى مخرج من هذه الأزمة. ماذا عن إيران أستاذ أحمد؟ هل سيرضخ أوباما لدعوات إسرائيل بضرب منشآتها النووية، أم أن هذا الحديث يأتي في إطار استراتيجيات ليس آخرها مبيعات الأسلحة لدول الخليج؟ مبيعات الأسلحة لدول الخليج موجودة يعني بوجود إيران أو عدم وجود إيران. المخاطر المحيطة بهذه المنطقة باعتبارها أنها أكبر منطقة ضخ نفط في العالم مجتمعة بتجعل يعني وجود أسلحة مخازن للأسلحة المتقدمة أمر أساسي، ولكن العنصر البشري القادر على تشغيل هذه المنظومة من الأسلحة المتقدمة بكل أسف ليس متوفر في الخليج، فهي فقط تخزين الأسلحة يتم استخدامها عند الحاجة سواء بقى بقوات من الدول الغربية أو تحالفات دولية كما رأينا في العراق في التسعينات إلى آخره. الولايات المتحدة لديها بالفعل قاعدة في قطر، ولا أريد أن أزيد في هذا الموضوع، القواعد العسكرية في الخليج. فرنسا أيضا لها وجود ما في الإمارات إلى آخره. فهذه عملية محرجة. تصريح ديفيد كاميرون في رأيي هو والتركيز على إيران هو محاولة منه لتسهيل مبيعات السلاح، وكان في زيارة منذ أيام قليلة بغرض إتمام صفقات بيع طائرات مقاتلة، فربما يكون هذا هو السبب، ولكني لا يوجد لدي معلومات مؤكدة في هذا الموضوع. ماذا بشأن مستقبل القضية الفلسطينية؟ إذا اتخذت
ماذا بشأن مستقبل القضية الفلسطينية إذا ما تحدثنا عنها في كما سبق حديث إسرائيل عن ردود قوية في حال تحرك الفلسطينيون في مجلس الأمن؟ هل ستختلف بنظرك السنوات الأربع المقبلة لأوباما عن سابقاتها فيما يتعلق بالملف الفلسطيني؟ الملف الفلسطيني من التعقيد بما يكفي أنه لن يؤثر فيه وجود أوباما أو رومني، وننتظر نتيجة الانتخابات في إسرائيل في يناير لنرى هل سيأتي نتنياهو وليبرمان على رأس الحكومة أم سيكون هناك تغيير. هذه أولا. وجود فلسطين، دولة فلسطين بصفة مراقب، بتحظى يعني بقبول من المجتمع الدولي في معظمه باستثناء طبعا الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأخرى، ولكنهم لا يشكلوا الأغلبية. سيتم عرض الطلب على مجلس الأمن، سنرى تطوراته، ولكن لن يكون أوباما مؤثر. أوباما لن يستطيع أن ينغمس أكثر من هذا في الشرق الأوسط، سواء على القضية الفلسطينية، الملف السوري، إيران، سيزيد من العقوبات. ربما تقوم إسرائيل بعملية عسكرية، ولكن سيتم استخدام الفيتو لمنع إدانتها في مجلس الأمن. أوباما أيضا قال في خطابه بعد فوزه بأنه سيعمل على إنهاء الحروب. هل سنشهد بالفعل استراتيجية جديدة خالية من إرسال الجيوش الأمريكية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب؟ الاستراتيجية الأمريكية يعني اختلفت بعد جورج دبليو بوش. إرسال قوات عسكرية أمريكية على الأرض لم يعد مطروحا، ولكن يعني يمكن استخدام السلاح الجوي الأمريكي، البحرية، الطائرات الموجهة بدون طيار، ولكن لن يغامر أي رئيس أمريكي قادم سواء أوباما أو فيما بعد أوباما بإرسال قوات عسكرية كبيرة إلى أي نقطة في العالم، إلا طبعا لو حدث يعني ما يستجد مثلا في الملف الكوري. هذه قضية أخرى، لأن كما ذكرت التركيز سيكون على القارة الأسيوية والملف الاقتصادي. نحن مقبلين على الهاوية المالية التي ستستلزم ضغط الإنفاق ورفع الضرائب، وهذه عملية ليست سهلة، بالإضافة إلى أن يعني العجز اللي هيوجد في الموازنة الأمريكية سيستلزم زيادة سقف الاقتراض المسموح من الكونغرس للحكومة الفيدرالية، وهنا أتوقع أن يحدث تسييس كبير لهذه العملية، مما سيتبعه كما حدث في المرة السابقة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. فالموضوع يعني معقد. شكرا. ولا أرى مغامرات في خلال الأربع سنوات القادمة. شكرا للمحلل السياسي أحمد فتحي، حدثتنا من نيويورك.